تمشي للمدينه، واحد خينا عنده واحد الطبله ديال الماكل فهمتيني، تمشي تناخذ ديال 100 درهم مكان عرفتي تاع لكم الصفار الالوان 100 درهم، تناخذ شي ثلاثه ولا اربعه تنزل نبيعهم النقوم، تنقول لهم 800 درهم 500 فهمتي نبيع لهم. دابا هو فين يلاه جاوا الراجل كاع ما كانوا عارفين المدينه ديك الساعه، خاص اي نقول لك اي تيجي الراجل اول حاجه تلقاه باب مراكش تدوز لا تدوز واحد سيمانه في كازا تيجي باب مراكش اللي فيها انا مالي بيا واحد النار ضربت معاهم صريفه في الصاله شحال بلا جيني من مره بزاف ويلي كل مره كتجيب لهم مكان طلع صالي راه واحد النار وتجاره زعما انت جيت شحال 100 درهم بعت 300 درهم ربح ديال 700 درهم كبار انت تزغبني الله غادي ما عرفتش واش هما في المدينه ولا شي حاجه فهمتيني. وانا مشيت هذاك مول الطبله بس هو حفظني هذاك مول الطبله قال لي كاين جديد كاين جديد